أستاذ مشعل، هل ترون أنه من الممكن الآن تشكيل لجنة خليجية لمقاضاة قطر، خصوصا وأن كثير من الدول قد تضررت من ما تقوم فيه قطر؟ أظن أن هذا الأمر بات ضروريا وملحا، في ظل خصوصا في ظل نفي أو محاولة نفي قطر لهذه الاتهامات. إذا كانت بالفعل قطر تنفي هذه الاتهامات فعليا وتتبرأ منها، فعليها أن تخضع للجان دولية سواء كانت خليجية أو غير خليجية لفحص هذه الادعاءات بزعم قطر، لنرى إن كانت بالفعل هذه الادعاءات صحيحة أم لا. أما مجرد الحديث عبر وسائل الإعلام عن نفي هذه الاتهامات أظنه ليس يعني إلا هروب للأمام. والواقع إن كانت بالفعل قطر تريد دفع هذه التهم عنها، فعليها الخضوع بالفعل إلى لجان دولية لفحص هذه الاتهامات. هل في مجال أن هي تنفي هذه الاتهامات رغم وضوحها؟ لا أظن أن قطر ستلجأ إلى هذه الخطوة، لأنها تعلم أنها ستدان حسب ما كانت تأوي أكاديمية التغيير، وحسب ما كان يطرح إعلامها المتمثل بقناة الجزيرة وغيرها، كان يدعو صراحة للقتال ولقتل بعض الأشخاص وللانقلابات على الأنظمة والتمرد في الدول والخراب والتدمير، كله أتى بسبب هذه وسائل الإعلام التي تبين في هذه الأزمة أنها لم يتبين، وإنما اتضح للجميع أنها تابعة للحكومة وتؤدي السياسة الخارجية لدولة قطر، بعدما كانت تتبرأ قطر منها منذ يعني لأكثر من 20 عام وتقول أنها قناة خاصة وليس لها علاقة بها. ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها اليوم لردع الدوحة بعجالة؟ تقصد الإجراءات القانونية؟ الإجراءات على جميع الأصعدة. نعم، على الصعيد السياسي يجب الضغط بشدة وأكثر باتجاه بيان الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها قطر وإظهارها للعلن. أظن أن تأخر كثيرا إظهار الوثيقة التي وقع عليها أمير قطر، ثم لم تلتزم بها قطر، وأتى ذلك بعد أن ادعت لعدة أسابيع الدوحة بأنها لا تعلم ما هي المطالب وأنها التزمت بالشروط. وأظن أن لا يزال هناك غموض يكتم في القضية. أظن أن هناك تقصير من الجانب الإعلامي، يجب أن يتم التكثيف أكثر على ما هي الشروط التي طلبت من قطر، وما هي الشروط التي لم تلتزم بها قطر، وما هي مظاهر عدم الالتزام. أظن أن الأمور واضحة للمراقبين عن كثب، ولكن اليوم القضية يشترك بها شعوب المنطقة أجمع، بالذات الشعب القطري. نريد أن يعرف الشعب القطري لماذا اتخذت هذه الإجراءات بحق حكومته، ولماذا تم اتخاذ هذه الإجراءات التي تضرر منها الشعب القطري أيضا، ومن الذي يتعنت اليوم ويرفض المشاركة أو إرسال بعثة الحج أو إرسال أو يرفض استقبال الطائرات السعودية التي تبرعت بدون مقابل بأن تنقل الحجاج القطريين، بزعم أن اللجان التنسيقية لم تجتمع بسبب أمور يعني كما زعموا فنية أو ما إلى ذلك. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ مشعل النامي، الكاتب والمحلل السياسي من الكويت، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.